بس اللي بيفكر في الحاجة غير لما بيعملها بجد يا عيسى. مش احنا قتلنا عشان نعيش؟ كويس انك فاكرة. ايوه بس ما سألتش نفسك بقى، هنعيش ليه؟ ونعيش ازاي؟ هنعيش مبسوطين؟ ولا هنعيش طول عمرنا حاسين ان احنا ظلمة وقاتلين؟ السؤال اللي بسأله لنفسي، ما هو انا عملت كده عشان اعيش، ليه مش عارفة؟ يعني مش عايشة وخلاص؟ طب انا كنت مع عزت عايشة، كنت سكت بقى وحطيت الجزمة في بقي وكملت احسن من اللي انا فيه ده. خلاص يا فرح. لا مش خلاص، ما كانش المفروض نقتل عبد القادر. جري انت ناسيه ان انت اول واحده فكرت في القتل عزه وضاحي، ولا ناسيه؟ فاكره عيسى كويس، مش لازم انت بقى كل شويه تفكرني. خلاص يا فرح خلاص، انت لسه جايلها بعبط لساني. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنندم وبنحس وكمان بننتجم وعاوزين ناخده حقنا. لو فكرنا كتير عقلنا هيطير ومش هنستفادوا حاجه، هيبقى لا مننا عشنا ولا سيبناهم يعيشوا. انا زعلانه من نفسي قوي يا عيسى، قوي. راح وقعت تفكر النجاح ولا طبعك ده؟ عارف والله يعرف. اركب اركب. مرض عبد القادر وعياله أحد أهم الأسباب يا فرح اللي مخلياني أكمل في الموضوع ده. هما هياخدوا نص الله يطلع لي، فلو افترضنا مجازا إن البضاعة هتتباع بسبعين مليون جنيه، يبقى أنت ليكي 35 مليون ورشوان له 35 مليون، وهما هيطلع لهم نص اللي ليكي. معنى كده إن هما هياخدوا 17.5 مليون وأنت 17.5 مليون، وده مبلغ مش كفاية انه نطلع ابوكي من السجن. فاهم حاجة ولا قاعدة جنبي فردة كواتش؟ فاهم. حيث كده يبقى لازم نطلعوا رشوان برا الحزبة. هنطلعه ازاي بقى؟ افكر. لا عيسى ابوس ايدك، احنا مش عايزين ندخل نفسنا في مشاكل تاني. ما تخافيش يا فرح، مش هنقتل. ايوه ما انت لو ما قتلتوش هو هيقتلك، يبقى ليه من الاول ياخد نصيبه ويمشي. وإذا كان على أهل عبد القادر فأي ملايين هياخدوها تبقى بالنسبة لهم رقم كبير. يلا كلم رشوان طمنه. طيب. رشوان 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 رشوان. ألو. يا رشوان. أنت فين يا جدع أنت؟ ما بتردش عليا ليه؟ ما إحنا ما اتفقناش هنقابلوا الناس دي ميتة.